في زاوية صحيفة السودان لسمية سيد والتي ابتدأتها اليوم الخميس، كان من المفترض أن تدخل مصفات الجيل دائرة العمل بصورة كاملة طبقا لتصريح رسمي صادر من وزارة النفط، والذي أكدت فيه أن المصفاة دخلت العمل التدريجي منذ يوم الاثنين الماضي. الشاهد أن صفوف العربات للبنزين والجازولين تراوح مكانها منذ دخول المصفاة للعمل التدريجي وإلى اليوم الموعد المضروب للعمل بصورة كاملة. أيضا الوعد الكذوب الآخر هو ما يتعلق بوصول بواخر محمل بالنفط إلى ميناء بورت سودان، والتي من المفترض أن تكون فرغت حمولتها وتم ضخ المواد البترولية منها لمحطات الخدمة. إذا قارنا تاريخ الإعلان الحكومي مع الفترة المحتملة للتفريغ والشحن إلى الخرطوم، وتلفت الكاتبة إلى تضارب المعلومات حول عدد البواخر التي قيل إنها في الطريق وحول حجم حمولتها، وترى أيضا أن الحلول المعلنة من الجهات الحكومية كلها حلول مؤقتة لا تأخذ صبغة الديمومة، وذلك لأن الأزمة الحالية ما هي إلا مظهر من مظاهر الأزمة الأكبر والمتوقعة في المرحلة المقبلة. تضيف أيضا سمية سيد في زاويتها أمس نسب لموقع عالمي يتعقب حركة السفن القول إن بعض السفن التي تحمل الوقود موجودة على عرض البحر منذ بداية الشهر الحالي ولم تفرغ حمولتها لأسباب مالية. وتختم سمية قائلة وهي تحذر من فشل موسم الحصاد بسبب أزمة المحروقات ومن فشل عمليات التسويق الداخلي والتصدير، وقد تؤدي إلى كارثة في مواقع الإنتاج في الولايات التي تعاني بشدة من هذه الأزمة. وأيضا تضيف قائلة سمية سيد أن من غير أن الحكومة مهمومة فقط بأزمة البنزين في ولاية الخرطوم ذات الثقل السياسي.